ارجع بقى لسؤالك على الجزء اللي يخص الطلبات. الحقيقه كمان العلاقه بيننا وبين ربنا اسمى بكتير من ان احنا نحصرها في طلبات. العلاقه دي علاقه ابن او بنت بابوها. تخيلي كده ان احنا طفل صغير قاعد مع بابا، والطفل ده فرحان، حاسس بالامان، حاسس بالفرح، عايز يشكر بابا، عايز يتكلم مع بابا، وفي نفس الوقت عنده شويه حاجات. الطفل الصغير بابا مثلا عارف امتى هياكله، او مامته عارفه امتى هتاكله، امتى هتفسحه، امتى هيلعب، الحاجات دي مامته عارفاها كويس قوي. انما هو فرحته انه يطلبها من ماما. تقريبا نفس القصه يا كارن، ان احنا مع ربنا بنشبه الطفل الصغير اللي بيطلب من بابا او بيطلب من ماما، ودي حاجه جميله قوي. دايما وانت بتصلي تخيلي نفسك ان انت وانت كنت صغيره قوي قوي طفله، وبتكلمي ماما وبتكلمي بابا منتهى التلقائيه، منتهى البساطه، بتفرحي وانت بتطلبي حتى لو ماما عارفه طلباتك شكلها ايه. فتعالي ما نحصرش الصلاه في قصه الطلبات دي، تعالي ننوع صلواتنا، تعالي برضو ان احنا نخلي الصلاه بالاكتر كلام مع ربنا.